وهناك مجموعة من الأفعال ستحاولون الاعتماد عليها لتركيب جمل مفيدة. وصلنا، إذا وصلنا إلى أين؟ شاهدت مناظر، كيف هي هذه المناظر؟ كانت يعني الأجواء مثلا في هذا المنتزه كيف هي؟ وجدت المكان كيف؟ إذا ما أجمل هذا المنظر أو هذا المكان أو هذا المنتزه؟ إذا أنتم ستحاولون توظيف هذه يعني العبارات في جمل مفيدة. نهاية الزيارة وهي الخاتمة، يعني خلاصة الموضوع. نفس الشيء، هنا لديكم ثلاثة يعني أفعال، استمتعت، أو لديكم جملة وقت العودة وتمنيت. إذا استمتعت بماذا؟ لكم الحرية في التعبير وأيضا في اختيار جمل مناسبة للموضوع. وقت العودة، إذا متى كان وقت العودة أو كيف تم وقت العودة؟ ماذا تمنيت في الأخير؟ إذا المطلوب هنا منكم في هذا الموضوع هو أن تحاولوا تركيب جمل، يعني كل جمل خاصة بمكون أو بعناصر الموضوع. بعدها ستحاولون أن تقوموا بتركيب أو بترتيب هذه الجمل باستعمال ما يناسب من علامات الترقيم والروابط المقترحة. إذا هنا لديكم روابط هي كالآتي، وستحاولون أن تقوموا بوضعها في المكان المناسب والربط بين هذه الجمل التي قمتم ب يعني تركيبها. وسأعطيكم يعني مهلة للإجابة عن هذه الأسئلة والإنجاز، وبعدها سأمدكم بعناصر الإجابة أو بنموذج ستستأنسون به، فيكون التصحيح يعني عامة، ونكتب نموذجا يعني في الأخير ستعتمدون عليه وستحاولون كتابته في دفتر المنزل، لكن بعد إنجازكم أنتم لهذه المراحل بأكملها.